السلام عليكم. غادي نحاول ندير التصحيح ديال التمارين ديال الكيمياء ان شاء الله. غادي نبداو التمرين الاول عندنا تحليل ديال الدم شخص نتائج النتائج التاليه اللي هي تلت حلوان الدم حمض البوليك عطانا الكتله ولا التركيز الكتلي ديال كل واحد فيهم. بالنسبه للكوليسترول عطاونا التركيز الكتلي بالاضافه للتركيز المولي، لان التركيز المولي عطانا بالملي مول بار لتر. إذا السؤال الأول يمثل تحول الدم التركيز الكتلي الجلوكوز، من أن يمكن نقول تحول الدم فهو التركيز الكتلي ديال الجلوكوز في الدم. مطلوبنا كسؤال أولي حساب كمية مادة الجلوكوز في دم هذا الشخص، إما أنه يتوفر على نحو 5 لترات. إذا أول حاجة نشوف هنا بلي أن المعطيات الطيالية هي التركيز الكتلي بالنسبة للجلوكوز، ومعطيني ايضا الحجم ومطلوب مني كميه الماده. كنعرف ان كميه الماده عندها علاقه بالحجم، ان كميه الماده تساوي ماذا؟ تساوي التركيز المولي في الحجم، بينما التركيز المولي ما عطينوش ليا في التمرين. اذا هنايا اللي عطيني التركيز الكتلي، شفنا بلي ان كاين علاقه ما بين التركيز الكتلي والتركيز المولي، لان التركيز المولي يساوي التركيز الكتلي المثالي بالسي ام على الكتله الموليه. اذا غنعوض هذا الشيء هنايا، فنجد ان ان اللي هي كميه الماده ديال الجلوكوز تساوي ماذا؟ تساوي التركيز الكتلي على الكتله الموليه للجلوكوز مضروبه في حجم الدم. هنايا اشكال، ما عنديش الكتله الموليه، إذا الكتلة المولية نحسبها باستعمال الكتلة المولية الذرية. الكتلة المولية ديال C6H12O6 فهي تساوي ماذا؟ 6 من الكتلة الذرية، الكتلة المولية الذرية ديال الكربون، بالإضافة إلى 12 من الكتلة المولية ديال الهيدروجين، ثم إضافة إلى 6 كتل مولية من ذرة الأكسجين. أي أن بالنسبة للكربون فعندنا هي 6 في 12 زائد 12، يعني الكتلة المولية الذرية كيكون معطية لكم في التمارين، أولا نهار الفرد كيكون معطية في التمارين، منطلوبش منكم تحفظوهم. في ماذا؟ في 1 بالإضافة إلى 16 أو 6 في 16، سبقت هنا 16 بالنسبة للكتلة المولية ديال الأكسجين، ولا حسبنا 6 في 12 موقف 50 70 180 غرام مول منزل. إذا حسبنا الكتلة المولية، هنايا غادي ندير تطبيق عددي، التركيز الكتلي عطيني بالجرام بار لتر، اللي هو 0.98. لماذا الحجم اللي هو 5 لترات؟ وكندير هنايا بار لتر وهنايا باللتر، لأن مكاينش مشكل ديال التحويل. في ماذا مقسوم على 180، ونحسبوا هذه القيمة هذه نشوفوا شحال غادي يعطينا. 0.98 5 نقسموا على 180 غادي تلقاو تقريبا 0.027، ونكتبوا كتابة 800 هي 2.7 تقريبا 10^2 مول. هذا السؤال الأول. ثم السؤال الثاني مطلوب منا التركيز المولي لحمض البوليك في دم هذا الشخص. كنلاحظوا بلي أنهم هنا عطاونا الكتلة المولية محسوبة ديريكت، بالنسبة لحمض البوليك فعطينا التركيز الكتلي. إذا العلاقة ما بين التركيز المولي قلنا السي كيساوي ماذا؟ هو التركيز الكتلي قسمة الكتلة المولية. التركيز الكتلي بحسب التمرين هو 0.41، غادي نقسم على الكتلة المولية اللي عاطيني 60، ونشوف القيمة العددية شحال تكون لنا. بالآلة الحاسبة غتلقاو 6.83 × 10^3 مول لتر موانزا. دونك أنا كنحسبو التركيز مول باغ لتر ولا لتر موانزا. السؤال الثالث شنو قال؟ تم أخذ حوالي 5.3 من الدم لإنجاز هذا التحليل، ما كمية المادة المقاسة في المختبر؟ بمعنى خصني كمية المادة ديال الحمض
البوليك ديال الكوليسترول وديال الجليكوز اللي هو تحول الدم عند الصيام. اذا هنايا غادي نعاود نخدم بنفس العلاقه اللي هي اش تركيز المولي او العفن الكتلي على الكتله الموليه للجليكوز في الحجم. غير هنايا في هذه الحاله الحجم بدل عندي، الحجم هنايا سي ام دائما نفس القيمه اللي هي 0.98 مضروبه في الحجم. الحجم في الاول كانت عندنا 5 الى دابا 5.3 سنتيمتر مكعب. غير هنايا خصنا نتابعوا التحويلات، دونك 5.3 اللي كنعرفوا بلي ان 1 سنتيمتر مكعب كيساوي 1 مليلتر. يعني باش نحول مليلتر لتر ولا سنتيمتر كيوب لتر بحال بحال، يعني غنضرب هنا فقط في 10 اس ناقص 3 باش نحول سنتيمتر مكعب للتر، لان عندي التركيز الكتلي باش باللتر هنا خصو يختزل، يعني خصو يكون عنده نفس الوحده. قسمه الكتله الموليه ديال الجليكوز، هنايا كنهضروا على الجليكوز اللي هي 180، نشوف القيمه العدديه كم ستعطي ديال 0.98 بطبيعة الحال مضروبة في 5.3 10 أس ناقص 3 مقسومة على 180، دونك غتلقاو 2.88 ولا 89 تقريبا، دونك 2.88 في 10 أس ناقص 5 مول. نكتبو هادشي مقاد، كوز من هنا، دونك هنايا مول، غليكوز. ثم الثاني اللي غنمشيو نشوفو هو حمض البوليك. الحمض البوليك كمية المادة ديالو نسمي على ان واحد ان جوج باش نغير بيناتهم. الحمض البوليك شنو عاطيني؟ عاطيني التركيز الكتالي، وخاصني انايا يعني نديرو مع هذا الحجم هذا. اذا فهنايا التركيز الكتالي ماذا يساوي، ولا كمية المادة تساوي ماذا؟ هي التركيز في ماذا؟ في الحجم. لماذا خديت التركيز؟ لأننا حسبنا ديجا هنايا التركيز، يعني ماشي بالضروري يمكن نعاود نحسب السي ام على ام اللي كما درناها في الأول، هذا ما حسبناش ليه التركيز المولي، ما مفيش حسب به حسبت عادي كيف ما يعني العلاقة اللي عندي في الأول، بينما هذا حسبنا التركيز المولي ممكن نخدم به. إذا التركيز المولي اللي هو 6.83 10 أس ناقص 3 مضروبة في الحجم اللي هو 5.3 5.3 10 أس ناقص 3 باش نحولو دائما السنتيمتر مكعب للمتر، دونك 6.83 10 أس ناقص 3 غادي نضربها كما قلت 5.3 10 أس ناقص 3 10 أس ناقص 3 باش حولنا من السنتيمتر مكعب للمتر، لأن واحد سنتيمتر مكعب كيساوي واحد مليلتر، وغتلقاو تقريبا القيمة ديال 3.62 في 10 أس ناقص 5 مول. ثم الأخير اللي هو الكوليسترول، كنظن الكوليسترول نسميها إن 3. إذا هنايا غنشوف شنو هما المعطيات. إذا كانوا عاطيني التركيز الكتالي غنحسب هذه العلاقة هذه، كانوا عاطيني التركيز المولي غنحسب هذه ديريكت. إذا نشوفوا حنايا نديرو السي في في ألو، هنا عطاوني ليا بجوج، عطاوني التركيز الكتالي وعطاوني التركيز المولي. غير هنا فين كاين الإشكال، باش نقدر نخدم هذه خص يكون عندي كتلة المولية ديال الكوليسترول، ما عطيناش ليا في التمرين، وبالتالي فالأساس اللي غنخدم به هو التركيز المولي. التركيز المولي اللي عاطيني 4.40 ملي مول، دونك ملي مول خصني نحولها دونك 4.40
قلنا مليمول خصنا نحولها 10 أس ناقص 3 ونضربها في اش، قلنا في الحجم اللي هو 5.3 10 أس ناقص 3 حتى هي باش نحول السنتيمتر للمتر، وغنلقاو قيمة ديال تقريبا ديال 2.33 ولا ناخدو القيمة كاملة 332 10 أس ناقص 5 مول. ألو نمر الآن للتمرين الثاني. نتوقف على حجم 5 لتر من ثنائي الهيدروجين عند درجة الحرارة ديال 20 درجة سيلسيوس وحرارة الضغط الجوي نظامي. طلبنا حساب الحجم المولي. الحجم المولي شنو هو؟ كيساوي لنا R في T مقسومة على P. R دائما عندنا هي شحال؟ هي 3 أو 8.314 نضربها في درجة الحرارة هنايا بالكيلفن، يعني خصني نشد هذيك 20 وغادي نزيد عليها 273.15 باش نحول من دوغري سي دوغري كيلفن، ونقسم على الضغط. الضغط في هذه الحالة هذه كيساوي ماذا؟ كيساوي عطنا هنا أنا 1 بار، خصني نحولها لباسكال، عطاكم باش نحولو هنايا 1.013 × 10^5 باسكال، ونشوف قيمة الضغط في الحالة هذه. غير اللي تنتابعوا ليه في الحسابات هو أن الوحدات خصهم يكونوا وحدات عالمية، 8.314 في 20 + 273.15 غادي نقسمو على 1.013 × 10^5 غتلقاو تقريبا هي 0.024 هنايا تقريبا ناخدو 41 حتى من صفر كاين 5 غير هنا الواحد شنو هما غير عطيني بأش بالمول باغ عفوا ماشي بالمول باللتر أو بالحجم على المول المول غادي نقسم عليه هو شي حاجه على المول غير هنا واش غندير اللتر على المول ولا المتر مكعب على المول. مادام حنا خدامين بوحدة عالمية غتكون المتر مكعب على المول. بغيت نحول المتر مكعب للتر كنعرفو بلي ان متر مكعب في 1000 لتر، يعني غنشد هاد القيمة هادي غنضربها 10^3 يعني 0.0441 ولا 0.241 في 10^3 باش نحول اللتر المتر مكعب للتر. إلا حسبنا هاد القيمة هادي غنلقاو تقريبا هي 24.1 لتر باغ مول اللي هو الحجم المولي. ثم نطلب منا حساب كمية مادة ثنائي الهيدروجين الموجودة في هاد الحجم. حنا كنعرفو أن العلاقة ما بين كمية المادة والحجم هي الحجم على الحجم المولي. الحجم عندنا هو 5 لتر غادي نقسمو على الحجم المولي اللي هو 24.1. دونك نديرو 5 مقسومة على 24.1 غادي تعطينا تقريبا علاش ناخد 24.1 باللتر لأن الحجم عندي هنايا باللتر خص باش الوحدات يكونوا بحال بحال. دونك نلقاو تقريبا 0.207 مول. ثم نطلب من استنتاج الكتلة ديال ثنائي الهيدروجين. من هذا الاستنتاج كنعرف بلي أن N هي الكتلة المولية، مما يعني أن الكتلة تساوي ماذا؟ كمية المادة في الكتلة المولية بطبيعة الحال لثنائي الهيدروجين. هنا كنهضرو على ثنائي الهيدروجين. الكتلة أو كمية المادة لقيناها 0.207. هنايا الكتلة المولية ديال ثنائي الهيدروجين هي 2 في ماذا؟ في الكتلة المولية ديال الهيدروجين اللي هي 0.207 وغادي نضربوها في 2 الكتلة المولية ديال الهيدروجين هي 1. إذا غادي تعطينا 0.207 غادي نضربوها في 2 غادي تعطينا تقريبا 0.414 بطبيعة الحال هنايا غرام. التمرين الموالي قمنا بإدخال واحد الكتلة من غاز البوتان في أسطوانة مزودة بمكبس متحرك عند درجة الحرارة ديال T
تاعها واحد، وتحت ضغط واحد اتموسفير. مطلوب منا حساب حجم الغاز الذي يوجد داخل الاسطوانه. بغينا نحسبوا الحجم، عندنا العلاقات يا اما هذه، يعني الحجم المولي في التمرين ما عطيناش الحجم المولي، وبالتالي لا يمكن استعمال العلاقه. عطاوني الضغط وعطاوني درجه الحراره، علاقه بيناتهم. كنعرفوا بلي ان بي في في كتساوي ماذا؟ ار ان ار تي، بمعنى ان في الان سمينا هي في واحد، تي واحد ماذا يساوي؟ ف غيساوي ليا كمية المادة مضروبة في ثابتة الغاز الكاملة تي ان مقسومة على بي، بي ان تاعي. شنو هي كمية المادة؟ هي الكمية اش غتساوي؟ هي الكتلة، الكتلة المولية ديال البوطان، والفوق تكون مضروبة في ار في تي، ار تي ان، والتحت بي ان. نديرو تطبيق عددي. الكتلة شحال عندي؟ الكتلة عندي هي 2.9، غادي نضربها في ار اللي هي 8.314. درجة الحرارة دائما خصنا نحولو، يعني غندير 20 زائد 273.15 باش نحول دوغري سيف دوغري كلفن، ونقسم. الكتلة المولية ما عنديش، شنو الكتلة المولية اللي عندي هنايا؟ تكون هي 4 في الكتلة المولية ديال الكربون. الكتلة المولية ديال الكربون غادي نقول لكم هنايا، الكتلة المولية ديال الكربون هي 12 ديال الأكسجين، 16 ديال الهيدروجين، 1. إذا نرجعو للتمرين هنايا، غنعوض ديريكت هنايا، غتكون هي 4 في ماذا؟ في 12 زائد 10 في 1، ديال الكتلة المولية ديال من؟ ديال البوتان، مضروبة في الضغط، الضغط اللي هو 1 أتموسفير، 1 أتموسفير كيساوي تقريبا 1.5 باسكال. ونشوفوا القيمة العددية ديال الحجم، طبيعة الحجم هنا غيخرج بالمتر مكعب، لأنك خدامين في وحدات عالمية. إذا نشوفوا القيمة، 2.9 في 8.314 مضروبة في 20 زائد 273.15، وغادي نقسم كل شيء على عندنا 4 في 12 هي 48 زائد 10 هي 58، نزيدو عليها ولا نضربوها عفوا في 10 أس 5، واحد في 10 أس 5، وكنلقاو تقريبا 1.21 أو 22 متر مكعب. إذا بغيت نحول دائما اللتخ غنضرب في 10 أس 3، وهنا عندي 1.10 أس ناقص 3 خرج عندي في الحساب. ممكن هي 1.22 × 10 أس ناقص 3 متر مكعب. ولا بغيت نحول هذه القيمه هذه اللتخ غادي نضرب في 10 أس 3، يعني 10 ناقص 3 × 10 ناقص 3 غتبقى لي غير 1.22 لتر. دابا نثبت الضغط، بمعنى ان الضغط اللي كان عندي في الاول هو اللي غادي يبقى، ونسخن الغاز ببطء. ماذا يحدث؟ اثناء التسخين ماذا يحدث؟ ترتفع درجة الحرارة، ترتفع درجة الحرارة. مادام عندنا مكبس متحرك ارتفع درجة الحرارة، وبالتالي فالضغط ايضا سي، او عفوا في الحجم سيزداد، لان الغاز سيتمدد. فالحجم يزداد بينما الضغط فهو ثابت حسب معطيات التمرين. كمية المادة هذا تغير، ايضا كمية المادة ثابتة، لان الاسطوانة في الاول كانت تحتوي على واحد كمية المادة، فتبقى هذيك نفس الكمية، خدينا 2.9 غرام، غتبقى هي 2.9 غرام، كتلتها لا تتغير. دابا نوقف التسخين عندما تصل درجة الحرارة. نطلب منا حساب الحجم في واحد. حنا شنو كنعرف؟ إذا في الحالة الأولى كانت عندي بي واحد، ولا بي في في واحد، لأن بي ثابت، كيساوي ان ار تي واحد. وفي الحالة الثانية عندي أيضا بي
في الفي 2 كتساوي اش ان درجة الحرارة اللي هي في الحالة الثانية. دابا غنشد العلاقة الأولى نقسمها على العلاقة الثانية، تولي عندي هي بي في في 1 قسمة بي في في 2 غتساوي ليا ان اغ تي 1 هنايا ان اغ تي 2. علاش هادو خليتهم بحال بحال؟ لأنهم في التمرين قالوا لي بلي أنهم ثابتين، وبالتالي ف بي مع بي غادي تختزل، ان مع ان اختزلت، ان مع ان اختزلت. إذن هنا اغ مع ان مع اغ اختزل، ممكن هي فقط باش يبقى عندكم الرمز مكتوب بي مع بي وبي بي مع بي غتختزل. باش تبقى لي في العلاقة ديالي، العلاقة اللي غادي نتوصل بها هي ماذا؟ هي أن في واحد على في اثنان كتساوي تي واحد على تي اثنان. دونك نطلب منا في سؤال واحد يساوي في اثنان ماذا تساوي؟ في اثنان غتساوي هي تي اثنان في في واحد مقسومة على تي واحد. ندير التطبيق عاد هادي، دونك في اثنان تساوي تي اثنان. هنايا ممكن ما نحولش من درجة كلفن لدرجة سيليسيوس، يعني عندي سيليسيوس مع سيليسيوس غادي تختزل، دونك ما كاينش إشكال. دونك ناخذ فقط القيم ديال دوغري سي سي اللي هي شحال، هي 30 درجة بطبيعة الحال. سيليسيوس كما قلت لكم غادي ديرو على 273.15. تعودوا على أنكم دائما تاخذوا قيم عالمية، كل واحد عالمية. في في واحد، في واحد عندنا شحال؟ غناخذ مثلا انايا هي 1.22، ناخذ القيمة باللتر. ولتحت عندنا تي واحد اللي هي 20 زائد 273.15. كما قلت لكم ماشي بالضرورة نديرو هذا الشيء كامل، ولكن باش نبقاو دائما متعودين على تحويلات الوحدة عالمية من الأفضل نديرو. دونك 30 زيدو على 273 ونقسمو على 20 زائد 273، وكنلقاو تقريبا 1.83 لتر، القيمة ديال في 2.